تمشي الحين خلا وديش تعبتش نوره باكر توديش المدرسه وتمشط لك وشغل عدل يلا مشي. انا كملت تعليمي خلت توديك انت. منك عيب عيب الصغار ما يحكون الكبار كذي عيب. انا حسبت ابوك. انا ما احب ابوي لانه كان يطقني. انت الحين تسكتي ولا الحين انا اللي اتولاش طق؟ مدينك كان فمك خير؟ بل 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 فلفل طالعه على امك. ها منك امشي امشي الحين هناك نروح بيت نوره يطبخون لنا يوكلونك روح المدرسه تعال يلا تعال. انت متزوج؟ شنو؟ انت متزوج؟ ايش تبين فيني متزوج ولا عزوبي؟ ايش تبين فيني؟ شنو قصدك؟ حاس ان قصدك تقصدين شيء ثاني. لا عزوبي ايش تبين؟ عيل ما دامك عزوبي ايش حق جايبني عندك؟ منو بيغسل هدومنا ومنو بيطبخ لنا؟ طولك وتحاتين بطنك منك. لا تخافي ام نوره تطبخ لك ونوره تغسل لك وتاخذك المدرسه وتمشط لك. كم شيء؟ عساك ما تكبرين. منك فلفل 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 هذا اللي بالخل الحار هذا اللي حرق من هني. لا عتيج هلا عتيج الحق علي عتيج. ليش؟ نوره نوره لما الحين ما جات من المدرسه وانا قاعده حاتيها. للحين ما جات نوره؟ اي للحين ما جات. الساعه 3 الحين؟ اي ما لها عاده. طز قلبك عليها. شنو؟ ايش تقولين؟ انت ليش ما تأدبين انت؟ ليش ما تكسر حسك؟ عتيج واللي سلم عمرك لو تروح المدرسه يا ابن الحلال تسال عنها تشوف فيها. حاضر الحين اروح اسال عنها بالمدرسه بس اخذيها الاغراض ان شاء الله وخليها البنيه عندك بعد هالملسونه هذه. ان شاء الله ان شاء الله هالاغراض سمعها. اي اغراض حقها هذه هذه ماخذينها. هذه من بنته يا عتيج. انا بنته وهو ابوي. كذابه لا تصدقينها. ليش تكذبين انت؟ ليش؟ ليش الكذب هذا؟ انا متى شفت امك عشان طلعت انت؟ انا لو عندي بنت مثلك شدختها بالقاع. ما عليك منها وانت مره كبرت تستحي على وجهك. عيب يا خاله منوره ما تستحين على وجهك. صدقين هذه مره تدمه. وين مخك؟ مخ زرزور مخ يراد. انا خابرتك متزوجه. بطل الباب اكلتني. علمي نفسك الله يهديك. بطل الباب بس. تعال يا ابني يلا دش شيء. عينك دش شيء.